السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعلن الوزير المنتدب في الميزانية فوزي القجاع عن قرب تفعيل الدعم المباشر للأسر لاقتناء السكن خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وقال القجاع خلال معرض جوابه على أسئلة البرلمانيين أمس الاثنين بمجلس النواب: الدعم تاع السكن المقاربة اللي كانت خلال أزيد من 10 سنوات كانت مبنية على دعم الطلب، يعني كنا كنعطيو الإجراءات الضريبية، الإعفاءات الضريبية للناس اللي كتقتني السكن أو للمنعشين اللي كيوفروا سكن للاقتناء فيما يخص 140 ألف و 250 ألف. اليوم المقاربة ووفق الخلاصات اللي جاب بها النموذج التنموي الجديد، الحكومة قررت أنه منذ سنة 2020 ملي وصلت هذه الإجراءات الضريبية لنهايتها أنها تمشي لتعزيز العرض أو الطلب عبر دعم مباشر للأسر اللي غادي تقتني هذا السكن، لإجراءات اشتغلت عليها السيدة الوزيرة مشكورة مع مختلف الفاعلين، المرسوم في آخر أطوار تهيئته وسيعرف إن شاء الله في الأسابيع المقبلة الأجراء نتاعو الفعلية لننتقل إلى دعم مباشر موجه نحو الأسر التي تقتني سكنا في هذا المجال.